هكذا اصبح حال الاراضي الزراعيه في واسط جراء الاضرار التي سببتها سيول الامطار خلال الايام الماضيه. ما حدا بالفلاحين لمطالبه الحكومه بمعالجه مشكله السيول التي تتكرر كل عام. محافظه واسط محافظه زراعيه سله العراق يسموها لكن الدوله نطالب رئيس الوزراء اهتمامه لمحافظه واسط. طبعا اذت بها ناس أذت زين راح راح السيول يعني لا مخازين لا فتشي لا متحضرين لها هذا بس حكي وسائل اعلام كل اهتمام للدوله من رئيس الوزراء فانزل موظف ما عندها اهتمام الواسط خاصه ناشد رئيس الوزراء بالاسعار اللي زود بيها الكيمياوي الكيماوي مزوده سوا ب 650 للطن وبالسوق ب 650 شنو الدعم اللي وصله للفلاح؟ ورغم الأضرار المادية التي تسببها سيول الأمطار للفلاحين إلا أنها لا تخلو من الفوائد للأراضي الزراعية الأمطار اللي سقطت في عموم المحافظة كانت يعني في الوقت المناسب جميع الحقول كانت بحاجة إلى الري يعني للسقي هذه الأمطار كانت مفيدة جدا المجاملات والعلاقات لها تأثير على توزيع المياه يعني على مستوى واسط اكو تاثير شمال واسط يختلف عن جنوب واسط تضرر العديد من الاراضي الزراعيه في واسط سيؤدي الى تدهور الزراعه وهجره من يرعاها ما يستوجب استنفار الجهود الحكوميه للخروج باقل الخسائر لقناه السومريه حسين محان واسط